ليك يا مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. النهاردة يوم تاريخي، كل سنة وحضراتكم طيبين. 44 سنة على إنجاز أكتوبر المجيد. يوم 6 أكتوبر 73 من 44 سنة كان الخريطة السياسية والخريطة الجغرافية للعالم كانت حاجة، وبعد يوم 6 أكتوبر تحولت لشيء آخر. كل العالم انبهر كيف فعلها المصريون، كل العالم اندهش ازاي عملها المصريون، ولكن المصريون لما اصروا على شيء عملوه بالعزيمه والاصرار والكفاح والتدريب، وصلوا ان هم يعبروا حاجز المستحيل، ان هم يقهروا عدو اقوى منهم من الناحيه التكنولوجيه، ولكن من ناحيه العزيمه احنا كنا الاقوى، اقوى مننا من الدعم، كان بيجي له دعم من اقوى قوه سياسيه في العالم، ولكن انت كنت اقوى بالاراده والايمان والتقوى، وايضا بعزيمه ابطالنا ابطال القوات المسلحه اللي صراحه كل سنه وهم طيبين، ناس ضحوا بارواحهم، ناس ضحوا بكل شيء عشان خاطر ارضنا ترجع لنا مره ثانيه ونعيش في اللي حضراتكم وكلنا عايشين فيه في هذه الايام، ان مصر تكون على طول في امان وسلام. صراحه النهارده انا في منتهى الفخر، منتهى العزة أن يكون معايا ضيفي واحد من أبناء النادي الأهلي، واحد من أبناء القوات المسلحة اللي شاركوا في هذه الحرب المجيدة، سيادة اللواء سعيد بهلول أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر. مساء الخير يا فندم، وشرف لي أن حضرتك تكون موجود، وكل سنة وحضرتك طيب. مساء النور، وحضرتك طيب، والنادي الأهلي بخير، ومصر كلها بخير ودايما في تقدم بإذن الله. سيادة اللواء، هنبتدي نتكلم عن حرب أكتوبر. في كلام كتير للأسف في بعض من الأجيال ما يعرفش كيف عاشت مصر في فترة ما بعد نكسة 5 يونيو في 67، وكيف عادت مصر مرة تانية لتقهر المستحيل، إعادة هيكلة القوات المسلحة، استراتيجية جديدة، أدوات عسكرية وسلاح جديد، ومصر بتقهر المستحيل في كل حاجة عكس كل الخبراء الأجانب. طبعا سيادتك، النكسة دي فرضت علينا، لأن الجيش المصري لم يحارب في 67. نعم. لا كانش فيه قيادة، ما كانش فيه إدارة، ما كانش فيه إعداد لهذه المعركة. يعني اتخذنا غفوة كده. فبعد النكسة، وأنا لما اتخرجت من الكلية الحربية في 67، رحت الأسيمة، ورحت أول ما رحت نقطة قتال خارجية ومعيش سلاح. يعني حضرتك تخرجت 67، ذهبت الى الجبهه 25 مايو 67. 25 مايو قبل الحرب بشهر. كنت معيد في كليه التربيه الرياضيه، ودخلت الكليه الحربيه اللي هو الضباط الجامعيين، وتخرجت بعد 4 اشهر، وعلى طول مباشره رحت على الاسيمه
قابلنا يوميها سياده الفريق مرتجي، ومن أسيمة اتوزعنا في نقطه قتال خارجيه على الحدود بيننا وبين اليهود، وفي وادي اسمه وادي المائين كان في بير هناك احنا بنشرب منه واليهود بيشربوا، لان البوليس الدولي كان ماشي في الوقت ده. نعم. بعد كده قعدت يومين في نقطه القتال الخارجيه ومن غير سلاح ومن غير اي حاجه. بعدين قالوا لي ايه، انت لازم اول في قائد فصيله دفاع جوي موجوده على جبل السحابه، انت هتمسك قائد الفصيله دي لان هو ظابط تحتها. مسكت قائد الفصيله، قعدنا لغايه يوم 5 المعركه بدات واحنا قاعدين مش عارفين حاجه. يوم 6 الصبح بلغونا ان احنا هننسحب. طبعا نزلت اول مره اشوف انا قائد فصيله معايا 3 عربيات مركبات مدرعه، بشوف العساكر لابسين جلاليب ومش سلاح ولا اي حاجه، يعني مفيش استعداد تماما. ما بقول سيادتك مفيش اي استعداد. مشينا من هناك يا دوبك مشينا حوالي 20 25 كيلو لقيت بقى اثر الدمار، الرادارات مدمره، العربيات مدمره، لغايه لما وصلنا ممر مثلى. ممر مثلى بقى يعني طبعا ده كان حاجه يعني شنيعه. اولا اليهود بداوا يضربوا مقدمه الارتال اللي داخله في هذا الممر من قدام ومن ورا، وقفلوا السكه خلاص، مفيش حد يقدر يعدي من هذا المكان. طبعا انت معاك 3 عربيات هتعدي منين، واخد بالك؟ اي حد هيعدي هيضرب. وفعلا كان تنزل طيارات تضربنا، نعمل انتشار، اللي بيموت بيموت نتين، واللي يمشي يمشي، لغايه لما احنا اخر النهار يوم 7 يوم 6 قلنا لا بقى ما احنا هنقعد كده، لا نتحرك. حركنا شمال الممر ووصلنا لغايه القناه، والقناه طبعا رحنا بعد كده لوحدات جديده، ودخلت وحده مشاه. كان وظيفتي اول ما تعينت كنت قائد فصيله عند كوبري الصالحيه، كان كل 11 قدام على طول، واخد بالك؟ الفردان. انا كنت بشوف اليهود بيننا وبينهم حوالي 2 كيلو. كانت مهمتي الكوبري ده مسؤوليتك، وكان طبعا متلغى لو قعد اليهود انت هتتعدم، واخد بالك؟ فطبعا كان ما فيش حد بينام، مسؤوليه كبيره. ما فيش حد لغايه لما تم اعاده تشكيل قوات مسلحه، ورحت لواء 15 مدرع في سنه 68. اللواء المدرع مختلف عن اللواء المشاة. طبعا شفت بقى في اعداد وفي تجهيز وفكر، وكان قائد اللواء الله يرحمه كان عقيد اياميها، عقيد اركان حرب عادل سوكه، من احسن رجال القوات المسلحه. يعني حضرتك يعني بعد الحرب ما ابتدت وبعد ما رجعت للصالحيه وتمركزت وابتديت تخش بقى في اللواء المدرعات، ابتديت تحس ان في اداره جديده داخل القوات المسلحه وهيكله جديده، لا احنا كده بنجهز صح. بدا التدريب دلوقتي جميع كل فرد يعرف ايه مهمته وهيعمل ايه وهيشتغل ازاي. دي مهمه جدا. اول حاجه لازم الفرد يفهم، لدرجه ان القائد اللي هو كان يجي الاتوبيس يجي من الاجازات ما يروحوش كتايبهم، يدخلوا عليه يسالوا انت مهمتك ايه، مهمه الفصيله اللي جنبك ايه، مراجعة. قائد السريه مهمته ايه، هتعمل ايه، يعني واخد بسات بيحفظ كل واحد. لدرجه الاطقم بتاعه الدبابات كنا بنختارها من البلد الواحد او القريه الواحده، يعني شوف قد ايه التلاحم اللي هو في داخل الدبابه الواحده الاربعه افراد اللي هو الحكمدار والرامي والمعمر. نعم. سواء من بلد واحده، فبيبقى قلبهم على قلب بعض، ولما يجي ينزلوا اجازه بينزلوا مع بعض. فبالتالي اول حاجه كان لازم الفرد يشعر بالانتماء اولا للوحده بتاعته للقوات المسلحه، دي ما كانتش موجوده. الحاجه الثانيه بدا التدريب سيادتك مكثف ومركز، وسيادتك النهارده وصلنا اللي كان اللي هو بيعمل سيادتك تدريب ليلي مره كل شهر، اللواء كله 6 سرايا 6 كتايب، تسيب سريه في كل كتيبه، ونطلع من ابو سوير، كنا مركزين في ابو سوير لغايه الانطره اللي هو الاتجاه الهجوم بتاعه. نعم. لغايه ما نوصل سيادتك قبل المعابر، وكان يجهز. طب سنه كام يا فندم؟ الكلام ده سنة 68 68 69 69. إذا بعد بداية الحرب 5 يونيو بسنة. طب أنا عايز أسأل حضرتك، الروح المعنوية كانت مكسورة في الشعب المصري وفي الشعب العربي بعد 5 يونيو، كيف عادت الروح مرة أخرى إن إحنا عايزين نرد شرفنا ونسترجع بلدنا ونحارب؟ هل من بداية رأس العش؟ هو طبعا هو في 3 أحداث مهمة فعلا دي خلت الشعب ترجع ثقته تاني بالقوات المسلحة. أول معركة، معركة رأس العش، ده كان في 10 يونيو، يعني بعد 5 6 أيام من الحرب، قدرت فصيلة صاعقة توقف طابور مدرعات
اكتر من 10 دبابات عشان كانوا عاوزين يعدوا على. بس معلش ممكن تقول لي يعني ايه فصيله الصاعقه دي مكونه من كم فرد ومعاهم ايه عشان بس الناس تبقى فاهمه؟ فصيله الصاعقه ده فرد ومشاه عادي معاه سيادتك السلاح الشخصي اللي هي الرشاش. نعم. ومعاهم 2 ار بي جي واخبر سيادتك، ومعاهم سيادتك السلاح الشخصي بتاعهم، يعني سلاح خفيف. خفيف ما هو. نعم. وطبعا زائد الانابل اليدويه. نعم. لكن الناس دي كانت متمركزه، وكان طبعا هنا بقى الناس دي في طار، في ناس النهارده حست زمايلهم ماتوا، فكان لازم النهارده ما يخلوش العدو ده يتمكن تاني اللي هو يسال على مفرده، دي كانت اخر مدينه موجوده في سيناء. نعم. وبالتالي واخد سيادتك هم عقبال لما دخلوا سيادتك في موقعة في منطقة الصيد بدأ يضرب الدبابة الأولانية والأخرانية وحصروا الدبابات في الوسط وقدروا يدمروا 10 دبابات واخبثتك بسلاح خفيف ومن غير أي أسلحة تقيلة. لكن قوة الجولد المصري هنا بقى دخل قدرته واخبثتك على القتال النهارده. الفرد ده قدرته اللي هو النهارده عاوز يرجع الثقة تاني نمرة واحد لزمايله والقوات المسلحه وللشعب، يحس ان الناس دي النهارده مش قاعده ساكته لا بتعمل حاجه. طب احنا معنا على الهاتف سياده اللواء محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه الاسبق ايضا واحد من ابطال الحرب. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بيك كابتن. وازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ وتحياتي وتحيات سياده اللواء سعيد بهلول واحد برضه من ابطال الحرب. وكنا بنتحدث عن حرب اكتوبر، كل سنه وحضرتك طيب، 44 سنه ذكريات مجيدة للأمة العربية والشعب مصر، عادت مرة أخرى مصر خريطة العالم مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي. الحمد لله. طبعا بنقول نصر أكتوبر ده يمكن في جيل كتير من الشباب ما عرفش ما قيمة نصر أكتوبر وكيفية قدرة القوات المسلحة المصرية على عبور القناة اللي كان الحقيقة العدو الإسرائيلي باستمرار بيقول إن صعب عبور هذه القناة، لكن الحمد لله قدر الجيش المصري يعبر القناة بأقل الخسائر. يعني احنا يمكن أقل خسائر تمت في حرب 6 أكتوبر أثناء عبور القناة. ده بيدي الحقيقة صورة متكاملة عن قدرة الجندي المصري وقدرة الشعب المصري لما بيصر على أنه يحقق حاجة يستطيع أن يحقق المستحيل، يقهر المستحيل يا فندم. نعم. الحقيقة حرب 6 أكتوبر دي أدت صورة واضحة جداً لجيل مصر كله اللي عاصر الحرب دي على قدرة الإنسان المصري على تحقيق المستحيل. ودي الحقيقة اللي بنتمناه في الجيل الجديد من الشباب، إن يعرفوا القدرة دي ونقدر نحقق في المستقبل القريب إن شاء الله ما في رفعة مصر وفي رفعة الجيش المصري باستمرار بإذن الله. سيادة اللواء حضرتك، يعني حضرتك وانت كنت أحد أفراد القوات المسلحة، يعني كنت بتشوف وبتسمع في سواء في الراديو او في بتقرا في الصحف او في وسائل الانباء يعني عن غطرسه اليهود وغطرسه موشى ديان والجيش الاسرائيلي الجيش الذي لا يقهر و الى خلافه، كيف استطاع الجيش المصري انه يكسر هذه الشوكه؟ احنا الحقيقه ما ننساش يعني الحقيقه الابطال الشهيد ابراهيم الرفاعي، الشهيد مبارك عبد المتجلي، دول كانوا في الصاعقه، اللواء مصطفى كامل قائد قوات الصاعقة، العقيد سيد صادق، العميد سيد صادق الله يرحمه، دول كلهم الحقيقة بيدوا نموذج واضح وكبير عن قدرة الجيش المصري وقدرة الإنسان المصري إن يقدر يحقق حاجات كتيرة الحقيقة. الناس دي ضحت، يعني اللي هو إبراهيم الرفاعي الحقيقة يعني كان من أبطال حرب 6 أكتوبر، يعني ومعاه كان المبارك، ودول كانوا رياضيين الحقيقه. مبارك المتكلم كان منتخب مصر كره السله. نعم. ومن الناس الرياضيين الممتازين، وبيدي صوره واضحه له. مصطفى كامل من لعيب كوره قديم، ويعني كان برضه عضو في النادي الاهلي الحقيقه. دول الحقيقه ابطال اثبتوا ان الرياضه بتدي قدره برضه للجندي المصري على تحقيق حاجات كتيرة وقدرته على انه يقدر يعبر موانع كتيرة نتيجة للياقته البدنية العالية. فاحيانا برضه بنرجع نقول ان الرياضة هي اساس، ويمكن القوات المسلحة مهتمة بعملية الرياضة النهاردة، وفي ابطال كتيرة في القوات المسلحة الحقيقة. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي في كل الالعاب، في كافة المجالات وفي كل الالعاب. وده كله بيدي الانعكاس على الجندي المصري والضابط المصري ان يقدر يحقق المستحيل من خلال قدرته البدنيه العاليه. حقيقه يمكن برضو بقول يعني
جنبك بطل من ابطال العاب القوه الحياه، يعني مفخره لمصر وحاجه اللي هو سعيد بهلول، يعني من الناس ابطال مصر في العاب القوه الحياه. بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. سيادة اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، واحد من أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل سنة حضرتك طيب. إذن الحوار سيادة اللواء أن الفارق كان ما بين الجيش المصري والجند المصري وما بين الجيش العدو الإسرائيلي عزيمة وقوة وكفاءة الجندي، مش المكنة اللي هو اللي كانت موجودة معاه. هو دايما احنا بنقول النهاردة أهم حاجة الإعداد الجيد والتدريب الجيد والثقة في النفس. نعم. والروح المعنوية العالية. بعد رأس العش بعدها ب 15 يونيو جت سادتك طيارات الميج 17 عملت سادتك دمرت مناطق إدارية وتجمعات للعدو 15 يونيو، يعني بعدها ب 10 أيام. نعم، على الرغم إن القوات الجوية كانت يعني كان شبه مدمرة. كان في تفوق جوي من الناحية الثانية. فبالتالي سادتك أعادوا الثقة تاني. أدي القوات الجوية بتعمل إيه؟ نعم. 21 أكتوبر سيادتك، وده يوم مش هنسال، انا كنت في اجازه وكنت بفاض، انا من بورسعيد اساسا. نعم. فبور فؤاد سيادتك دمرت سيادتك بلانشات الصواريخ سيادتك المدمره الات. يعني احنا طالعين فوق لقينا نار مولعه طبعا، والطيارات اللي كنت بصراحه فدي كانت. وبعدين هم طبعا سيادتك المدمره الات دي بالنسبه لهم يعني كانت بسمارك، يعني حاجه يعني من اقوى الحاجات، من اقوى المدمرات واقوى الاساس. لا، وبعدين النهارده سيادتك لانش الصواريخ سيادتك النهارده بسيط يطلع ويضرب هذه المدمره، فطبعا بالنسبه ليهم حاجه كبيره. طبعا قعدوا سيادتك يصيحوا ويعملوا عشان ينقلوا جرحاهم وموتاهم والكلام ده كله، فطبعا انا شفت النار هي مولعه. وبحب للبحريه، انا ليا اولادي ظباط في البحريه ما شاء الله يعني ليه؟ لان البحريه فعلا يوميها حسينا فعلا اللي تاني القوات المسلحه لك، سواء القوات البريه سواء القوات الجويه سواء القوات البحريه. اذا القوات المسلحه مجتمعه بكل فئاتها بكل اسلحتها بكل فئاتها. بدانا بعد كده سيادتك القوات المسلحه تبدا تدريب واقعي. نعم. النهارده التدريب الواقعي ده بيتطلب ان النهارده الفرد اهم حاجه المعده اللي هو راكبها يعرف امكانياتها ايه. ده لازم يعرف النهارده قدراتها ايه. عشان كده كان دايما قائد لو يسال الدبابه دي امكانياتها ايه؟ عدد الطلقات اللي فيها ايه؟ تمشي مسافه ايه؟ بتاخد سرعه قد ايه؟ وبالتالي اول حاجه المعلومه اللي انا اعرف المعده اللي انا بركبها. نمره اثنين التدريب كان الرمايه دي كل 15 يوم لازم في رمايه جميع انواع، علما بان كان عندنا سادتك الذخيره كانت قليله وبالرغم كان يتم التدريب. بالنسبه للسواقه كان لازم يتم في ميادين السواقه وفق الجو بتاع المعركه. لما جينا 69 بقى سيادتك ده بقى حضرتك دي توقيت حرب الاستنزاف، بدأنا بقى 8 مارس 69 لغاية 8 أغسطس سنة 70. حرب الاستنزاف دي 500 يوم أجبرت الإسرائيليين ومبادرة روجرز ويبتدي وقف إطلاق النار، ابتدوا يحسوا إن لا الجيش المصري ما بيهربش. بدأت سيادتك أولا العمليات خلف خطوط العدو. نعم. نمرة اثنين سيادتك العدو اللي هو موجود، ما هو لازم العدو ده اللي موجود قدامك وعمال يعني خلف خطوط العدو كان بيبقى فيه عبور يا فندم. في عبور، ده في قوات سيادتك كانت بتدخل سيادتك بتقعد بالاسبوع والاسبوعين والشهر تجيب معلومات. يعني انا ليا زميلي كان رائد في الاستطلاع كان قاعد سيادتك في مطار المليز على تبة من التباب قاعد شهرين. هو معاه طبعا عن طريق البدو بصراحه، يعني بدو سينا احنا بنشكرهم لقاموا برضه باعمال بطوليه احنا ما ننساش ليه. اكيد 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 هم جزء من الوطن. فكان بينقل سيادتك كل التحركات والطيارات ولاقت الكلام، فدي كان بتنفع القوات المسلحه في التخطيط بالنسبه يعني كانوا يا فندم كان في عمليات عبور مستمره. اذا الحاجز المعنوي اللي هو ما بيني وما بينهم ان هم اقوى ده انتهى. وكنا بنسمع كمان وبنقرا ان كان في قوات بترجع باسرى، يعني بيعبروا بياخدوا أسرى يهود وبيعدوا بيهم. هو سيادتك اساسا اللي انا بفزع العدو، ما بخليش قاعد مستقر، بخليه دايما قلقان، وبالتالي حته القلق دي بتسبب عنده نوع اللي هو ما عندوش ثقه، ما عندوش علم بانه قاعدين سيادتك في دوشم وفي النقط الحصينه. هم بيحبوا التحصينات قوي. النقط الحصينه دي يا سيادتك حاجه خرافيه طبعا، وبالرغم من كده كان في كتايب سيادتك انتقلت من الغرب للشرق كتيبه كامله بمعداتها وقعدت يومين سيادتك تحارب هناك، وحاولوا اليهود اللي هم يعني سيادتك يعملوا معركه صوميه او يضربوها لكن ما قدروش سيادتك. وبعد ما خلصت كان مهمتها اللي احنا نبين للقوات المسلحه احنا قادرين نعبر في اي وقت اهو،
واخبار سيادتك وبامكانيات كتيبه بحاجة. يوصل الموضوع ده لكل افراد عناصر القوات المسلحه وحتى الجيش، الجيش ابتدى يبقى فيه ثقه ما بينه وما بين القوات المسلحه مره اخرى. فبدات سيادتك النهارده كل الناس تحس لا ده احنا راجعين وراجعين بقوه، خاصه ان سيادتك النهارده الارض اللي هي اتخذت مننا دي زي ما قلت سيادتك اتخذت غادر. وانا كان قاضي يقول لك سيادتك ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. وده وده اللي حصل. وكان دايما قائد اللي هو ليه عباره شهيره الراجل ده انا يعني بحتز بيه اللي هو اللي كان هو اللي هو عادل سوكا يقول ان العبيد لا تقاتل ولكن العبيد تحرر. فانت النهارده حر، انت النهارده ابن مصر، انت دي ارضك لازم تستردها تاني، وبالتالي النهارده استردادك لهذه الارض استرداد للكرامه. بالتاكيد بالتاكيد. انا برضو عايز اقول يعني المشاهدين ان القياده السياسيه في هذا الوقت طبعا كان تم تغييرها من الرئيس عبد الناصر ربنا يرحمه والرئيس السادات، وكانوا تواصلوا مع مجلس الامن لكل السبل السياسيه المطروحه، وكان الناحيه الثانيه بترد احنا في موقف قوه وانتوا في موقف ضعف، فعشان ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. هنا ان القوات المسلحه عملت بطولات وانجازات في هذه الحرب، حرب اكتوبر، اجبرت العدو ان هو اللي يسعى الى السلام، لان احنا كنا بعد 6 اكتوبر في موقف القوه، لان احنا كسرنا الشوكه، هزمنا، حطمنا خطوط والتحصينات، ابتدينا نعبر فابهرنا العالم، ابتدى كيسنجر اللي ما كانش بيرد على التليفون بيرد على التليفون، بل بالعكس هو اللي بيبادر اتصل بالرئيس السادات، ابتدت جولدا مائير تصرخ الحقني يا كيسنجر، مش ده اللي حصل؟ لا تمام. هو عشان كده سيادتك يعني لما بقى حس اليهود النهارده حرب الاستنزاف بتاثر فيهم والنهارده مدمره بالنسبه ليهم، روجرز قال طب عاوزين نعمل معاهده واحنا بحيث ان احنا نوقف القتال. احنا كان محتاجين ان احنا نوقف القتال عشان نبني حائط الصواريخ. نعم. هو حائط الصواريخ الدفاع الجوي. ايوه ايوه. نعم. سياده الفريق محمد علي طبعا ومحمد فهمي بصراحه الناس دي من القاده اللي هم العظام اللي عملوا طفره في القوات المسلحه ولونا حائط الصواريخ. اللي اتعمل ده احنا ما كناش نقدر نرعبه. ده اكيد. لان كان في تفوق جوي، لازم نعترف ان كان في تفوق الناحيه الجويه هناك، القوات الجويه طبعا امريكا وفرنسا كانوا بيمدوهم بكل الطيارات الحديثه. بالظبط. فبالتالي سيادتك اتعمل حائط الصواريخ ده خلال الفتره، احنا قعدنا حرب الاستنزاف 500 يوم. وقعدنا 38 شهر بعد 500 يوم، يعني حضرتك بتتكلم في سنه. أكثر من سنة كمان. نعم. يعني سنة 365 و... سنة ونص. وسيادتك الحرب دي يعني علمتهم النهاردة إزاي يحترم الجندي المصري، خاصة زي ما قلت كنا بندخل العمل الدوليات بتدخل بتجيب أسرى وبتدمر وبتعمل ألغام وبتعمل كده، فحتة القلق وخاصة أنت سيادتك عارف الإسرائيلي لما بيموت دي بتعمل نوع من التأثير النفسي سواء الناس اللي موجودة معاه أو في إسرائيل. نعم. لأن هو برضه حاسس إنه مغتصب، هو عارف إن دي مش أرضه. أيوه. ودي بتفرق. وهو بيدافع عن إيه؟ ما بيدافعش دي فعلا ما عندوش على عقيدته واخد سيادتك اللي هو القتال اللي هو بيعمله ده عن أرض مغتصبة، فبالتالي يعني مش دي عقيدة، لكن إحنا بندافع عن أرض بتاعتنا وده حقنا. انا عايز اسال حضرتك سؤال ودايما بسمعه من الساده اللي زي حضرتك، ان دايما في اي قتال ما بين القوات الاسرائيليه والقوات المصريه في هذا التوقيت لو ما فيش تفوق ودعم جوي وتفوق عددي هم بيخش، يعني لو هو اقل منك في العدد لو مثلا دبابتين قدام دبابتين ما بيخشش، لو هو لازم مثلا يبقى 5 دبابات ضد دبابتين عشان يخش عليه ومعاه دعم جوي، لكن في اي قمه متوازنه بينسحب. على العكس هنا لو دبابه ضد ولا جندي كان بيجيب دباب زي ما حضرتك ذكرت المدمره الات اللي جابتها يعني فرقاطة صواريخ لانش صواريخ لانش صواريخ. سيادتك هو ده حقيقي كان بيحصل؟ طبعا. حرب اكتوبر يا فندم لما حصلت سيادتك يوم 1 اكتوبر بدات سيادتك المجموعات بتاعه القوازف اللي هي بتاعه الفهد اللي هي مضاده للدبابات الساعه 2:05 بدأت تعبر من الأجناب لأن سيادتك في مصاطب. طب أنا عايز بس آخد برضه لحضرتك النقطة، شكل الجبهة قبل بقى ما هنعبر، يعني أنا قدامي مانع مائي قناة السويس ومكشوف للعدو لمد يعني على 110 كيلو 120 كيلو طول القناة كلها. نفس الشيء هو عنده ساتر رملي، الساتر كان طوله قد ايه يا فندم؟ 170 كيلو. المواجهه كلها 170 كيلو. وطوله مثلا وارتفاعه 20 متر 20 متر يعني عمارة. ودرجه الميل بتاعه سيادتك 60 درجه 60 درجه اللي هو اي حاجه تقع يعني ما اقدرش. غير كده بقى خط بارليف حضرتك تشرح لنا كل هذه الامور عشان بس الناس تحس
ان موضوع العبور اللي احنا يعني حضرتك بتقول عليه سهل والقوات بتعديه كل يوم، الناس مش حاسه قد ايه ده انجاز، قد ايه ده ضد الطبيعه وضد الفيزياء وضد التاريخ وضد الجغرافيا وضد كل شيء. العسكري المصري لما بيحب يعمل حاجه بيعملها، المصري لما بيبقى مصمم ومتدرب صح بيقدر يعمل. وادي الصوره بتاعت التحصينات و ده خط بريف يا فندم. ده سيادتك احدى النقط القويه في منطقه الأنطارة شرق. الأنطارة شرق كان فيها 5 نقط، 1 و2 و3 و4 والنقطه 51 شمال البلاح. انا حضرت اللي هم بيعملوا ايه سيادتك في بناء هذه النقط. النقطه دي سيادتك على عمق 10 متر تحت الارض، يعني بدايتها 10 تحت الارض. أيوة ده ليها جدر يعني. بيعملوها سيادتك كل في اوض موجوده سيادتك، اوض بتاع الخدمه واللاسلكي اوض الممرض كل واحد القائد الميز الكلام ده واسعه، يعني حاجه سيادتك تحت الارض مساحه مثلا اكتر من 400 متر. خرسانه مسلحه لكل قدم دي وارتفاعها 2 متر. ثم سيادتك كان في عندنا خط الأنطرة العريش بتاع السكه الحديد. نعم. قطعوا قضبان السكه الحديد دي واستخدموا الحديد اللي فيها. لا وحطوها سيادتك فوق يمكن باينه هنا سيادتك. حطوها سيادتك فوق الخرسانه المسلحه دي بارتفاع متر. ثم جابوا سيادتك اكياس رمل اللي هي شكل رمل. القضبان دي صلب. بتاع يعني السكه الحديده. صلب يعني. وبعدين عاش يعني بالطول وبالعرض سيادتك ارتفاع اكثر من متر، متر ونص. ثم بعد كده سيادتك جابوا شكار الرمل حطوها. ثم جابوا سيادتك كان في منطقه سينا دي كلها موجوده فيها زلط كبير كتل مختلفه، والكتل دي حطوها في سلك. ثم بعد كده سيادتك غطوها تاني بشكار الرمل. الارتفاع ده كان حوالي 6 متر وتحت حوالي 2 متر يعني 8 متر. المزاغل بتاعة الدبابات ما فيش حد شايفها، المزاغل اللي هم بيضربوا منها مواجهة على طول بالنسبة للقوات عندنا. فطبعا النهاردة عشان يعمل هذا الكلام يعني هو يجيبك بسهولة وانت صعب انك توصل. بالظبط. فاللي حصل هو كان مديهم ثقة، كانوا بيضربوا طيارات القنبلة الألف رطل ولا تأثر في قلب الدشمة. احنا ساتك برغم المدفعيه، انت عارف ساتك اللي احنا قعدنا تمهيد نيران 53 دقيقه. نعم. كنا في 2000 مدفع بيضربوا، استهلكوا 3000 طن ذخيره. كان ساتك المعدل رقم كبير. 3000 طن ذخيره رقم كبير ساتك جدا. ساتك كان معدل 10000 طلقه او دانه في الدقيقه. نعم. يعني شوف قد ايه المعركه كانت موجوده وقد ايه سيادتك النهارده المدفعيه اللي ضربت دي في هذا الخط. طب انا عايز اسال حضرتك، انتوا حضرتك وانت بتتكلم قبل الهوا معايا قلت لي ان احنا كنا بنعمل مشاريع كتير لدرجه ان احنا ملينا من المشاريع وما كنا حاسين ان خلاص المشاريع دي يعني خلاص حفظنا احنا هنعمل ايه، بس ملينا كل شويه نعمل مشروع عبور ونرجع. هل دي هي خطه الخداع الاستراتيجي؟ ان بعمل ان انا هحارب فبستهلك الاستراتيجي او الاحتياطي بتاع العدو، طبعا ده يهودي فالجنيه او الدولار عنده بيساوي، وبعدين اقوم باخده في يوم 6 اكتوبر يا فندم. هو اللي حصل فعلا زي ما سيادتك بتقول، اللي احنا قبل الحرب 19 الزعيم انور السادات بطل الحرب والسلام، وهذا الرجل يعني لن يجود التاريخ بمثله، الراجل ده كان بيفكر تفكير استراتيجي وتفكير اعلى من اي حد حتى عندنا في القسم المسلح. فكر طبعا كان راجل عسكري اساسا، هو راجل فكر كويس قوي قبل الحرب 6 اشهر اللي احنا نعمل مشروع تعبوي استراتيجي وعبق القوات. كان ساعتها في قياده جديده للقوات المسلحه بقى اللي هو سعد الدين الشاذلي كرئيس اركان والفريق المشير احمد اسماعيل. بالظبط. نعم. وكان معاهم الفريق الجمصي رئيس عمليات القوات المسلحه. نعم. اللي حصل ان القوات في الوقت ده بدات تحس ان النهارده القوات عندنا اللي فيه مشروع ليه اهميه، بدا العدو يحس يقول لك لا ده احنا النهارده هيهجموا وهيعملوا حرب. فموسى ديان قام رفع درجه الاستعداد وعبى الاحتياط. نعم. اتكلف قد ايه؟ انت عارف سيادتك الاحتياط عنده بيوقف المصانع وبيوقف كل الناس لان الشباب كله بيتعبى. يعني بيعبي كل اللي يستطيع ان هو يحارب هناك عندهم العقيده حتى رجاله وستات. بالظبط كده. مش لاقيين ناس. فبالتالي وقف المصانع حوالي 3 اسابيع. ومصر لا عملت حرب ولا عملت اي حاجه. فكان دي اول حاجه من خطه الخداع.
لما جينا في 6 اكتوبر 1 اكتوبر رئيس السادات قال احنا هنعمل المشروع الاستراتيجي بتاعنا وعبق القوات وبدأ فعلا يوم. طبعا انت والجيش المصري بيعبق قواته وهو بيبقى شايفك لان هو برضه اعلى منك واكيد الدعم الجوي شايفه بالاستطلاع ده في قوات جايه وعنده العناصر فبيجي له المعلومات بالظبط الاستطلاع واضح قوي بالنسبه لي. فيوم ستك 3 انا فاكر 3 اكتوبر اللي كان يوم 4 كلفت ان انا ادخل لواء الكباري من الصلاحيه اللي هو الكباري ده 70 عربيه ببراطيم ستة حاجه الكباري دي اللي هي هتعبر على القوات بتبقى معديات وبعدين بتبقى اجزاء ثانيه وبعدين بتعمل الكباري بتاعك واخبار ستك طبعا بقول ستك 70 عربيه ببراطيم بالكلام ده القصد ستك احنا عشان برضو خطه التمويه احنا عندنا في الانطره في مثلث الانطره في اتجاه الصلاحيه وفي محور ثاني يطلع على بوسوير لغايه قبل رئيس الاركان قال لي لغايه قبل ما تدخل القوات البراطيم دي الصلاحيه في ظرف فتحته فقال لي الكباري قدام حضراتكم دي اللي سيادتي اللي هو سعيد بيتكلم عنها الكباري اللي عبرت عليها القوات لان في طبعا المانع المائي اللي هو قناه السويس وسيادتك اساسا الكباري دي بتتقسم لبراطيم بس بص جمال الصوره جمال الصوره والفرحه طبعا يعني انا ما اقدرش اسكت في حاجه زي دي الصراحه جمال الصوره والفرحه الفرحه النصر والناس وهي بتعبر انا بصراحه يعني الصوره لوحدها انا اشعرت والله يا فندم خير معبر طبعا سيادتك سيادتك ما حضرتش المعركه لا ما كنتش لسه اتولدت سيادتك بقى انت الواحد عايش الحدث ذات نفسه حضرتك بتحكي لي واحده واحده فخدتني معاك كاني بفرد الكوبري واعدي وبعدين فجاه الاقي يعني الابطالنا اللي بيشرفونا اللي بسببهم احنا عايشين في اللي احنا فيه دلوقتي امان اللي احنا فيه والكرامه وارضك لسه موجوده معاك ولسه في منهم موجود في سيناء بيستشهد يعني لسه في منهم موجود في سيناء بيستشهد عشان يمنع خطر ويمنع وحضرتك تبات وانت مطمن وحضرتك حدودك تبقى متامنه في منهم بيقدم تضحيات حتى الان وما بيبقاش حابب يعني هو كل حلمه وكل فرحته ان هو ينتصر مش محتاج ومش مستني حاجه اكتر من كده كمل يا فندم وحضرتك دلوقتي بنتكلم على الكباري والتمويه فسيادتك طبعا دخلت من محور ثاني سيادتك طبعا عشان تدخل هذه القوات الشرطه كنا حاجات بدائيه فانوس سيادتك بنضيقه بلمبه جاز كده هو سيادتك بتحس تدخل وبعدين لازم سيادتك تعرف اللي انت لو النهارده يعني اللمبه دي لو انت عملتها في اتجاه غير قواتك وممكن العدو يشوفه اللي هنا وراكبك كان في دقه كبيره جدا عشان ما فيش حد يشوف القصد دخلنا تمويه يعني دخلنا ساتك القوات دي في قلب الحفر كانت الساعه 1 صباحا كان ثاني يوم اللي هو ساتك يوم الخميس 5 رمضان يعني كان يوم الاربع دخلنا القوات يوم 3 يوم 3 اكتوبر 3 اكتوبر يوم 4 اكتوبر طب حضرتك عارفين في هذا التوقيت ولا حد يعرف حاجه يعني كل ده مشروع الساعه 9:00 ما حدش عارف لا كل ده كان مشروع يا فندم كل ده مشروع استراتيجي وساعتها كان برضو في نزلت بقى في الجرايد القوميه العمره للظباط والخداع بقى والخداع ما انا برضو عايز اعرف الناس ان الموضوع مش سهل يعني حاجه لسات فلما دخلنا ستك العربيات فقلنا بقى العساكر افرزوا الشبك العربيات والبراطين دي كانت فين؟ في منطقه خضراء في اشجار كانت في القناطر الخيريه في برقاش والخطاطبه فالشبك اخضر طب دلوقتي الصبح لو طلعت الصبح واخبار سيادتك هتلاقي النهارده طبعا الطيارات تطلع او حتى اليهود على مسافات يشوفوا سيادتك المنطقه دي خضراء لا يبقى في تغيير هنا هو اكيد هنا طبعا بدانا مع العساكر مع القاده الكلام ده لا لو سمحتوا احنا عاوزين كل ده الرمل ده يردمه بحيث احنا ما نشوفش حاجه ده مساحه كبيره ده عمل بطولي لوحده يعني سيادتك عشان تعمل هذا الكلام وخبساتك بتاخد وقت قد ايه فانا قلت طيب انا كنا في رمضان طبعا كانت الساعه 1 قلت طبعا اروح الصحر في رمضان وصايمين اروح الصحر سيادتك والملجا بتاعي كان ما فيش على مسافه كيلو فرحت سيادتك الصحر ونزلت وطبعا صليت عصر فصلينا كله لا مؤاخذه احنا كنا بنقلع البياده ولا اي حاجه بعد حرب بعد نص ساعه سمع حاجة صوت غريب فبقول لعسكري الخدمة يا ابني في ايه بر قال لي يا فندي ده في عاصفة ترابية انا مش شايف قدامي ده جت من عند ربنا ما بقول سيادتك بقى ادي بقى سيادتك وان الملائكة الله ينصركم ادي الملائكة ازاي النهارده اقول لك ازاي دخلوا لا الملائكة حاربت معانا
فيجي سيادتك ان انا اخد العربيه واطلع، مش يعني على مسافه كيلو لسه جاي ما اعرفش المكان. وصلت سيادتك، والله يا فندم لو النهارده اي بردزورات واي حاجه تقدر ما تعملش، بقول لسيادتك عاصفه ما كنتش شايف ايديا، خلت الارض كلها مستويه. سيادتك انت عارف كمان عربيات لما تدخل ببراطين بتعمل مداءات، المداءات سيادتك كلها اتردمت. حتى لما سالوا جولدا مائير في لجنه اجراند، يقول الله وانت النهارده ازاي تدخل الحاجات دي وانت ما شفتهاش؟ قال لا انا طلعت استطلاع يوم 6 اكتوبر الصبح، مفيش اي حاجه. فربنا طبعا بعت هذه الملائكه علشان سيادتك تعمي النهارده الاستطلاع وتعمي هذه القوات. حته الخداع كمان سيادتك، اللي هو علاوه اللي سيادتك النهارده العمره والحج ده، اكتر من كده اللي احنا سيادتك جينا قبل الحرب بشهرين صرحنا ثلاث دفع من احسن العساكر الموجودين في القوات المسلحه. يعني ده بنبين لهم لا احنا مش هنحارب. نمره اثنين سيادتك النهارده ادوا اجازه لقاده الالويه قبلها ب 15 يوم، 10 ايام اجازه و15 يوم اجازه. قال لك يمكن ما هو كده الجيش مريح ورمضان وصيام، يعني الموضوع كله ماشي في اتجاه ان مفيش حرب. مين اللي هيحارب؟ الحاجه الثانيه الاخفاء والتمويل، الحاجات برضه سيادتك يمكن اول مره اتقال، البراطيم او الزوارق بتاعت اللي هي سيادتك زوارق العبور، العبور سيادتك الزودياك يعني، دي سيادتك طن ونص، دي سيادتك كانت في صناديق مكتوب عليها تعيينات، يعني كانها اكل، اكل واخبار سيادتك، ما اتفتحتش الا الساعه 12 يوم 6 اكتوبر واخبار سيادتك، الساعه 12 يوم 6 اكتوبر وساعه الصفر الساعه 2، والساعه 2 واخبار سيادتك، يعني ما فيش حد يعرف النهارده سيادتك فين، في فين البراطيم اللي هتتنفخ سيادتك وعشان تنزل. لما حضرتك لك الاوامر ان احنا هنعبر والحرب هتبدا، حسيت بايه؟ الاول سيادتك الاول سيادتك الامر ده جه ازاي؟ يعني النهارده قائد الفرقه، شوف قائد فرقه عرف الساعه 5 يوم 5 اكتوبر، يعني اقل من 24 ساعه. ما ده قط الالويه اخذوا سيادتك ساعه سين اللي هي ساعه الصفر الساعه 1420، نعم، الساعه في فجر يوم 6، يعني هم لحد الفجر ما كانش قادر، ما كانش حد يعني، لا كل ده مشروع، لان سيادتك حتى احنا التجهيز الهندسي وشركات المقاولات بتشتغل عادي وبتجهز ولا كان في حاجه، مفيش اي وده حرب. اللي حصل ان جولدا مائير كانت تحدثت لرئيس السي اي في هذا التوقيت وكلمته الصبح، قالت له في حرب ولا مفيش حرب؟ قال لها مفيش حرب. وبعدين تحدثت لرئيس الموساد، طبعا السي اي بقى اكبر جهاز مخابرات في العالم، ففي هذا التوقيت، وعلى فكره بعد يعني بعد يوم 6 اكتوبر تم اقالته. ونفس الشيء بالنسبه لرئيس الموساد، ودي برضو حاجه انجاز يحسب لمخابراتنا المصريه، لان حرب اكتوبر كل فصائل القوات المسلحه وكل فصائل الجيش شاركت فيها، حتى الحمايه المدنيه وكل حاجه شاركت فيها، حتى في المدنيين شاركوا في حرب اكتوبر. ففي نفس التوقيت نفس الشيء سالت رئيس الموساد بتاعها مفيش حرب، سالت موسى ديان قال لها مفيش حرب، وساعة صفر انها تبتدي اثنين، يعني على كل التاريخ العسكري يا اما في بدايه ضوء يا اما في نهايه ضوء بالظبط، لكن تحصل الساعه 2 دي الساعه 10، الساعه 10 موسى ديان قال جابها الساعه 10 الصبح يوم 6 اكتوبر، نعم، ومر لقى الناس ستك تمام بتغسل واللي بيلعب كوره واللي بيعمل ستك تجهيز هندسه والكلام ده، ما فيش اي حاجه تبين اللي في حرب واخبار في هذا اليوم. وبالتالي كان يوميها في النمسا كان الفدائيين الفلسطينيين اخذوا قطر في النمسا يوم 3 اكتوبر، عشان ده كان بيجمع اليهود ومركز تجميع لليهود كان في النمسا. فوزير الخارجيه بتاعنا يوم 5 سافر قابل مستشار بتاع النمسا وقال له كل ده مائير كان جياله بالليل، قال له بلغها اللي احنا لا هنحارب ولا عاوزين نحارب، وان احنا ناس بتوع سلام ومفيش اي حاجه. فالخداع حتى لوزير الخارجيه بيقول رئيسة الوزراء واخبثتك، فالناس طبعا قالوا لا ده مفيش يا فندم، يعني يكفي ان رئيس السي اي بيقول لا، رئيس الموساد بيقول لا، يعني هو يعني اكتر من كده ضحك هنوصل لمين يعني بالظبط. فاللي حصل بقى سيادتك ازاي بقى سيادتك النهارده القوات دي عبرت المانع ده والنهارده حطمت حصن. كان في يا فندم في خط بارليف في اللي هي قذائف النابالم، كيف تم ايقافها؟ لان دي يعني في بطولات فيها، انا سمعت ان في بعض لم يتم ايقافه، ففي جنود
حطت نفسها قدام الفوهة واتفتحت فيها النار. هو ستك انت عارف طبعا اللي كان مخابرات ستك جايبه ستك الاماكن ستك النابالم ده فين، وقبل الحرب بحوالي 6 ساعات في دوريه اثرت المهندس اللي هو كان في قطاع الانطره عندنا. نعم. اللي كان جاي يفتح المحابس عشان ستك يطلع النابالم. نعم. اثروا هذا المهندس ستك وجابوه، وستك بالتالي ما فتحش ستك. بالتالي نفس الوقت كان قبلها بيوم الضفادع البشريه سدت المنافذ دي بالاسمنت ستك. نعم. بحيث اللي هي النهارده ما تستخدمش. ما تستخدمش. النابالم ده اللي هو يخلي قناه السويس عباره عن لهب، ما تبقاش ميه، تبقى نار. الخبر الروس قال يا فندم انتوا تعبروا القناه دي ازاي؟ ده انتوا لو عبرتوها على القليله 70% هيموتوا، هيموتوا سواء من مدفعيات او سحبون من نابالم. الخبر الروس قال لك خط بارليف ولا قنبله ذريه. وبرده الخبر الامريكاني يعني برده عشان ما نجيش على الروس، لان الروس صراحه ساعدونا وادونا سلاح، ولكن الناحيه الثانيه الخبر الامريكان والخبر الالمان والخبر كل بقى الياباني، كل الناس قالت ده الخط بارليف ده. حضرتك بقى تحكي لنا هو كان عامل ازاي؟ قال لك ده قنبله ذريه، واللي يعني عمل الموضوع الساتر الترابي مهندس كان في السد العالي وبعدين دخل. أيوة. مسلحه وابتكر موضوع ان المهندس يعني جعلنا من الماء كل شيء حي. وفتح الساتر الترابي. الساتر الترابي ده يا فندم بعد 30 دقيقه جت سيادتك اللانشات بتاعه المهندسين وفيها ترمبات بالميه، ميه صاروخيه. نعم. فبدا سيادتك الترمبات دي تسحب الميه من القنال وبدات تهد الساتر في منافذ سيادتك علشان تعدي منها المعديات الدبابات والعربيات والمركبات الحاجات الاداريه. عشان كده الكوبري ده سيادتك لما بيجي ما بقاش كوبري، ده بيبقى معديه الاول، بيبقى 3 4 قطعه وبيسحب سيادتك وبيتحط هناك. فهو دخل بعد كده سيادتك الجريدر والبلدوزرات والحاجات دي عشان تسوي بعد ما نزل الساتر الترابي ده تعدي بقى منه القوات. احنا 41 سيادتك فتحه او منفذ على طول القناه المهندسين عملوها خلال من 3 ل5 ساعة. فطبعا كان مجهود جبار سيادتك اللي هو الناس دي يعني يذكر لهم بكل يعني خير، ان هم المهندسين عملوا بطولات علاوه طبعا اللي هم سيادتك الثغرات وفتح الالغام والكلام ده كله. حضرتك تم العبور، ماذا بعد العبور؟ الفرحه والنشوه ثم في لسه شغل. ده سيادتك والناس بتعبر طبعا. سيادتك النهارده الاسلحه المضاده للدبابات دورات الاستطلاع كتايب الصعقه المترجلة دخلت ستك وبدأت تتحرك لغاية مترجلة لغاية 10 كيلو عشان تمنع الاحتياطيات بتاعت العدو يجي. وطيارات الهليكوبتر أخذت الصاعقة لبعد 30 و40 كيلو ستك عشان الاحتياط التعباوي ما يجيش. وفعلا الناس في العارة معهوش إلا الار بي جي وسلاحه الشخصي قعدوا يقتلوا 48 ساعة. يعني يومين؟ يومين بيقتلوا ستك. بتهيألي كلهم استشهدوا. لا في جزء كبير. جزء كبير. يعني أنا طبعًا. وكانوا بيغنوا يعني الناس كانت بتغني وهي رايحة حتى في الطيران وعارفين إن هم رايحين. اللي هم يعني مش هيرجعوا. هيستشهدوا يعني. بس هو طبعًا. بس هو ستك الناس اللي رجعت يعني يقول لك إن هو بيفحر بيحط يعمل حفرة برميلية، ومن الحفرة البرميلية بيقاتل. بس انت بتقاتل النهارده لواء مدرع داخل عليك وانت النهارده قوته القتاليه قد ايه وانت معاك ايه. وبعدين طيران بدا يضرب بكثافه في المنطقه دي واخد بال سيادتك. وما كانتش في دفاع جوي يصل الى هذه المرحله. لا سيادتك 50 كيلو كان. نعم. كان لسه سيادتك احنا اقصى حاجه 15 كيلو. عشان كده اليهود سيادتك في ثاني يوم الحرب قال لهم ما تقربوش من القناه لمسافه 15 كيلو لان ده هو لان الخسائر في القوات الجويه هناك كانت ثقيله. سيادتك ده هو القوات الجويه الساعة 2 الساعة 2 ودقيقتين المفروض كان يبقى 2 و4 دقايق. نعم. انا فوق سيادتك 4 طيارات ميج على من طياراتنا الميج. سيادتك داخلين الساعة 2 ودقيقتين، هو المفروض 2 و4 قبلها بدقيقتين. دخلوا سيادتك على مطارات العدو في تمادة وراس نصراني والمليز، زائد اكبر حتة للتشويش والاعاقة سيادتك في مخشيب. سيادتك الحاجات زائد الاحتياطات بتاعت العدو زائد المدفعيه البعيده ال 175 وال 40 ملي اللي هو الالكتروني زائد المناطق الاداريه زائد النقطه القويه اللي كانت موجوده في بور فؤاد. كل الكلام ده القوات الجويه سته. طب احنا معانا واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن مصطفى يونس. مساء الخير يا فندم.
عمال ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك وحضرتك اكتر طبعا، ومعانا سياده اللواء سعيد بهلول. وحضرتك سعيد بهلول ازيك؟ الله يخليك يا فندم، اهلا بسيادتك. ازي حضرتك؟ الله يخليك، الله يحفظك. بنهنيك وبنهني رجال قواتنا المسلحه المدرسه الوطنيه بذكرى ال 44 لانتصارات اكتوبر المجيده اللي ما كانتش تتحقق الا وفي جيش مصري قوي، جيش مصري قطه على اعلى مستوى، الجندي المصري قبل الضابط وقبل اللواء وقبل الفريق على اعلى مستوى الكفاءه والوطنيه قبل كل حاجه. كابتن مصطفى، حضرتك في هذه الفتره كان طبعا معاك جيل من اقوى يعني اجيال تاريخ الكره المصريه، وكنت يعني في هذه الفتره بتعيش كافراد الشعب المصري مرحله ان الارض محتله، واكيد وانت واحد من نجوم مصر بتحس بنبض الشارع. فازاي يعني كان بالنسبه لك ان قواتنا المسلحه عبرت وسيناء اتحررت، كان بالنسبه لك رد فعلك عامل ازاي؟ الفرحه، اوصف لنا فرحه الناس. لا، رد فعلي طبعا غير طبيعي للشعب المصري، لكن انا في اليوم ده كان عندي تمرين في النادي الاهلي، وانت عارف العبور حصل الساعه 2 الظهر واحنا كان تمريننا الساعه 3. نعم. وزمان ايام الضنا بقى ابو احمد، انت فاكر او انت يعني نعم لسه صغير يعني. لا ما كنتش لسه اتولدت يا فندم. نركب الاتوبيس من 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 شبرا عندنا لحد ميدان التحرير وامشي على قصر النيل. نعم. ركبت الاتوبيس، نزلت ميدان التحرير، لقيت حركه غير طبيعيه. والناس بتتكلم الحرب قامت، الحرب قامت، الحرب قامت. واسرائيل اعتدت علينا، فالواحد استرجعت 67 لان كانوا ولاد عمي ولاد خالي وناس قرايب كتير كانوا في حرب 67. نعم. فقلقت جدا يعني، عبال ما خدت بقى قصر النيل كله لحد النادي الاهلي، وانت عارف احنا كان عندنا قاده كبار في النادي الاهلي. نعم، سياده الفريق مرتجي. ونعم، سياده الفريق مرتجي على راس النادي طبعا يعني. نعم. هذا الرجل اللي كان في يوم من الايام الرجل الثالث في القوات المسلحه او في. نعم. الدوله بمعنى اصح. نعم. فطبعا احساس شاب صغير نص بلده او سينا محتله ما حدث في 67، لكن من قربنا من الناس بتوعنا في النادي والقاد اللي كانوا عندنا العظام اللي بكل التخصصات العسكريه كان في طمأنينه. طمأنينه، وكان زوجتي انا كمان كان موجود، كان ضابط في كيش، يعني عايز اقول لك كنا قريبين قوي من حته الاحساس بالطمأنينه الى حد ما. والاهلي الاهلي دايما كابتن نادي الوطنيه دايما بيطلع نماذج. خلي بالك خلي بالك يا محمد، النادي الاهلي دايما مرتبط بالوطن. ده حقيقي كده، حالات النادي الاهلي لما هو كويس او الوطن كويس النادي الاهلي كويس. نعم. الاهلي بخير الوطن بخير، في علاقه وطيده ما بين الوطن وما بين النادي الاهلي، ودي حاجه تسعدنا كلنا كمصريين او كاهلاويه في نفس الوقت يعني. اكيد يا كابتن. فلما عرفنا بقى اللي حدث دوت وان احنا عبرنا وجيشنا عبر، لكن كان عندنا القلق بتاع 67. نعم. لكن لما تسمع من كل وكالات الانباء كان الناس الكبار بقى اللي بيسمعوا معانا وكده، فكان احساس وطني، احساس مصري ان جيشنا عبر. وقبليها لو تفتكر، كنت انت اتولدت لسه، سياده اللواء سعيد طبعا فاكر، كان حاصل مشاكل في بدر عشان عايزين نحارب، عايزين تحارب الطلاب في الجامعه. ويمكن انا شفت حديث النهارده السيد الرئيس الراحل العظيم وبنحييه من بعد 44 سنه انور السادات. نعم. لما قال هعدل القناه سنه 71، انا هعدل القناه وهاخد ارضي. نعم. يمكن اكتر حاجه اسعدتني النهارده ان هذا الرجل واثق من نفسه، واثق من جيشه، واثق من القدر بتاعه. بعد بقى الاحداث ما حصلت وعبرنا والفرحه بتاعت الشعب المصري اللي كان بيتمنى هذه اللحظه، طبعا شيء لا يوصف طبعا يعني. وما زلنا بنعيش الاحداث فيها النهارده وبنفتكر القاده الكبار اللي عبروا بينا قناه السويس وقطع الذراع الطويله لاسرائيل اللي كانت عامله زي الفزاعه كده بتاعت الاتحاد الدولي. نعم نعم. فدي كانت الفزاعه بتاعت العالم العربي اسرائيل انها لا تقهر. نعم. لكن ما فيش حاجه تقف قدام الجيش المصري، هذا الجيش الوطني. ويمكن الفترة السنين اللي فاتت دي انا قريب من الجيش واعرف يعني الجيش المصري، وليا اصدقاء قادة كبار وليا اصدقاء. او كلنا بنفخر بيهم يا فندم، كلهم بنفخر كلنا بنفخر. لا لما تحضر بقى يا محمد يعني انا حضرت حاجة اسمها تفتيش حرب، حاجة تحس بالفخر وتحس بالامان وتحس بالقوة وتحس انك انت لن ولم تقهر في يوم من الايام بإذن واي يعني. حد هيفكر ان يقرب لنا يعني زي ما انت شايف كده الجيش ده عامل ازاي، اللي امريكا رجعت عشان تتمرن على الجيش المصري. نعم.
والعالم كله عايز يتمرن مع الجيش المصري. نعم. لان نعم. الجيش المصري حارب 25 سنه. نعم. ما اعتقدش ان في حد حارب 25 سنه. نعم. من 48 ل 73. نعم. الا هذا فترة الجيش العظيم. فتره كبيره، فتره كبيره اللي مشرفنا وننتمي احنا الى هذا الجيش العظيم طبعا جيشنا. نشكر حضرتك كابتن مصطفى يونس، واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من شاهد على العصر، عصر السبعينات، فتره انتقاليه ومصر غيرت خريطه العالم. سياده اللواء، في هذه الفترة وكل الضغوط اللي كانت موجودة، ولكن العسكري المصري والجندي المصري والمواطن المصري عبر بمصر لمرحلة تانية، مرحلة ان احنا نستطيع، مرحلة ان احنا ما فيش عندنا مستحيل، مرحلة ان ايه اسرائيل دي، مين اسرائيل دول، نعدلهم. المرحلة التحفيزية اعتقد ان اللي حضرتك قلت لي ان التدريب كان اصعب من العبور نفسه. تمام. سيادتك الثقة اللي اخذها الجندي دي يا سيادتك، والروح المعنوية العالية، والقادة اللي هم غرزوا فيه القدرة على القتال، والنهاردة بالإيمان اللي ليه قضية بيحاربنا، كنا عاوزين نحارب. يعني الناس ما فيش حد ضابط النهاردة او عسكري موجود على جبهة. سيادتك قعدنا ست سنين دي سيادتك في الخنادق. أصعب حاجة على الضابط أو الجندي قعدة الخنادق دي، عملية صعبة جدا. نعم. فبالتالي سيادتك اللي احنا كنا عاوزين نحارب وعندنا عقيدة اللي احنا هننتصر، اللي احنا دينا قضية، والقضية دي اللي احنا بنحارب منها دي قضية شعب بحاله، مش قضية القوات المسلحة، دي قضية شعب واسترداد الكرامة. الكرامة دي حاجة مش سهلة. وبالتالي لما بدأت الحرب ما تتصورش الناس، يعني طبعا مهما هقول الناس فرحانه قد ايه اللي هي بتعبر، فرحانه قد ايه بترفع العالم، فرحانه وهي بتقول الله اكبر. الناس دي كلها ستك بتتحرك معدلات الاداء، يعني المفروض الافراد على العربيات تمشي 2 كيلو في الساعه، كان بيمشي 4 كيلو في الساعه. حققوا المهمه الاولانيه اللي هي 5 كيلو في اليوم الاولاني، في اليوم الثالث وصلوا 15 كيلو. دي معدلات لا يمكن تؤدى. ده أدى هذا الأداء للتدريب الجيد، روح المعنوية العالية، قدرة القادة على السيطرة. الناس حتى اللي ادونا السلاح يا فندم ما كانوش مصدقين كيفية إن احنا بنقدر نستخدم هذا السلاح، هم ما بيقدروش يوصلوا للمعدلات دي، سواء في الطيران، سواء في الدبابات، سواء في كل شيء. بالظبط. فهو طبعا حتى الروس يعني استغربوا، وكان من حتة الخداع اللي احنا مشينا العائلات الروس والروس الخبر قبل الروس. نعم. قبل الحرب. نعم. فإسرائيل قالت لك ده هيحارب، اكيد مش هيحارب. ففي مقولة ستك قالتها يوم 6 اكتوبر، وكانت يونات بيرس في تل ابيب. نعم. قالت يا فندم، يعني حاجة انا مش هنساها، لقد فاجأت القوات المسلحة اسرائيل بالسروال. نعم. عبرت القناة وحطمت خط برليف يوم السبت، اليوم السبت عيد الغفران. بالتأكيد. لا يعني شفت فاجئتهم بالسروال، يعني عرينا الناس دي كلها. بالتأكيد. فبالتالي سيادتك ان النهارده اذا كانت من تل ابيب بتقول هذا الكلام، لا هم بيعترفوا. وهنعرض للساده المشاهدين المواقف بتبين مين اللي بيعترف، بيقول لك احنا ما كناش قادرين نوقف المصريين، القاده الاسرائيليين بنفسهم. وتعرفوا مدى وقوه وعظمه حرب اكتوبر اللي في ناس كتير قوي للاسف مش واصل لهم. يعني ايه ان انت تعبر قناه؟ يعني ايه ان انت عندك مانع مائي؟ يعني ايه يعني عدو متفوق عليك في كل الوسائل، التكنولوجيا والاقتصاد؟ انت بتكلم اليهود، يعني راس مال العالم. فكل هذه الامور. وبرده عايز اقول لحضراتكم قد ايه الواحد بيشعر بالفخر امام واحد من ابطال حرب اكتوبر، سياده اللواء، بعد 44 سنه لسه محتفظ بميدالياته من القوات المسلحة، لسه محتفظ به، هو حطم ايه في خط برليف، لسه فاكر كل همسة حصلت على مدار حرب ابتدت في 67 وانتهت في 73. صراحة الواحد قد ايه مش عارف يلاقي كلام يوصف هؤلاء الابطال اللي بيشرفونا واللي اتعلمنا منهم كتير. وفي النهاية يا فندم رسالة من حضرتك لكل شعب مصر وولادنا في القوات المسلحة. هو طبعا انا بهذه المناسبة ما ننساش الشعب المصري كيف كان تلاحمه مع القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر. الناس اللي في قرية اسمها قرية أبو خليفة. نعم. دي سيادتك الأنطرة قريبة من الأنطرة. سيادتك الستات بقت تزغرط، سيادتك خبزوا وعملوا العيش، سيادتك سخن وبقت تدير القوات. الناس دي ما سابتش الأرض، وده كان من خطة الخداع اللي الناس تستمر في المكان بتاعها ما تسيبش الأرض. وبالتالي سيادتك النهاردة عاشوا معانا. أنا بقول للشباب يا فندم اللي احنا لينا قضيه،
واي حد ليه قضيه عادله بيحارب علشانها لازم هيحققها ولازم ينتصر. احنا في الوقت الحالي احنا عندنا قضيه بتاعتنا دلوقتي قضيه اقتصاديه. لازم النهارده كل واحد فينا يؤمن بان القياده السياسيه برئاسه سياده الرئيس السيسي راجل له بعد وباذن الله وله رؤيه باذن الله، وبالتالي احنا نساعده يحقق هذا الكلام ونحقق ان شاء الله كل انتصاراتنا وربنا يوفق. انا عايز بس اقول حاجه يا فندم سريعا بس عشان في فقرات ثانيه. اللي النهارده الناس اللي حاربت دي الضباط كان في البيوت ستات، الناس ما كناش بننزل كل 15 يوم حاجه اسمها زي 24 ساعه من الساعه 12 هم اللي ربوا اولادنا، هم اللي علموهم، هم اللي وصلوا لهم هذا الكلام، فاحنا ما ننساش فضل امهاتنا ازواجنا سيادتك ولهم الشكر وكل التقدير. بالتاكيد يا فندم. انا بشكر حضرتك سياده اللواء سعيد بهلول، يعني واحد كان رئيس جهاز الرياضه العسكري، واحد من ابطال حرب اكتوبر. كل سنه وحضرتك طيب وشرفتنا ونورتنا. انا متشكر يا فندم، وان شاء الله دايما كده في انتصارات ونتقابل كل خير باذن الله. هسيب حضراتكم مع تقرير مع نجوم النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي عن حرب اكتوبر كابتن ربيع ياسين، وهنرجع نكمل كلامنا مع طبعا زميلي الكابتن هيثم السعيد وفقره خاصه عن حرب اكتوبر 44 سنه من الانجاز. مفيش شك انها ذكرى كويسه جدا، احنا بننتظر من السنه للسنه هذا اليوم العظيم اللي محدش ينساه، يوم النصر، يوم العزه، يوم الكرامه، يوم المجد، يوم الترابط. مفيش شك ان لما انا بفتكر نصر اكتوبر العظيم بفضل الله طبعا، وجنودنا البواشل وجيشنا العظيم اللي هو يعني شرف كل العرب، جيشنا اللي نفتخر بيه فعلا والله ما بنبالغش. الواحد كان يتمنى، مع ان انا كنت صغير، لكن انت فاكر بقى واحنا صغيرين كانوا دايما اثناء الحرب يعني كان في طوارئ في المدارس، طوارئ في الجامعات، طوارئ في الشوارع، طوارئ في طفي النور، حاجات كتيره جدا. فانا شخصيا انا كنت اتمنى ان اكون على الجبهه، لان انا بحب بلدي وبحب وطني جدا، وبتشرف ان انا عايش في خيره وفي عزه وكل حاجه كويسه. ف كل المجد طبعا لاولادنا الجنود اللي كانوا موجودين على الجبهه اللي ضحوا بارواحهم. فطبعا انت عارف بقى الالاف والاقاليم ومعظم البيوت المصريه كلها كان اللي ظابط واللي عسكري واللي يعني ما فيش بيت خلى من شجاع من مصري شجاع ضحى بروحه عشان البلد دي، عشان العرب، عشان العزه. فأنا أتشرف إن أنا من هذه البلد مصر، بتشرف من بلدي وأفديها بروحي. إذا كنا إحنا لينا دور كرياضيين كان لينا دور من فضل الله، وبتشرف في رفع اسم مصر بعالمها. يعني أنا في الثمانينات لما وصلنا أولمبياد لوس أنجلوس في أمريكا وأنا واقف كده بضرب بقول بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وبشوف علم وطني بيرفرف كده في ماتش مصر وأمريكا، كنت فخور لما شفت علم مصر بيرفرف بفضل الله، بقول بلادي بلادي
كاس الامم الافريقيه 86 هنا كنت فخور لان بشارك وعاوز اعمل اي حاجه. انا كرياضي بحاول. ما كانش ليا نصيب في هذه الحرب، حرب الشريفه اللي كان واحد يتمنى يكون موجود فيها وكان سنه صغير. كاس الامم هنا برضو واحنا في نهايه افريقيا، ولما العلم بيرفرف وبقول بلادي بلادي لك حبي، واتاكد الاناشيد اللي كنا بنقولها وعينينا بتدمع وقلبنا بيبكي، كنا بننزل ناكل اللي قدامنا ونكسبه بيا حبيبتي يا مصر، بكلمه يا حبيبتي مصر لما نسمعها دي حقيقه. لما رحنا كاس العالم في 90 في ايطاليا، وبفضل الله علم مصر في ايطاليا وفين في ماتش هولندا وايرلندا وانجلترا، والعلم بيرفرف وفرحانين وبنتشرف ومبسوطين، وشرفنا الحمد لله علم بلدنا، تاكد كل السعاده. كل واحد حسب سنه وموجود، انت عارف المدارس كلها كانت في حاله طوارئ، المدارس ليه؟ لان كان ممكن هم كانوا بيعملوا خنادق دايما في المدارس، يقول لك عشان لما بيبقى في غاره بالليل الناس تنزل فيها عشان تحمي نفسها. وكانوا دايما بيعملوا ايه؟ الشبابيك الازاز، يقول لك اطلوها بحاجه غامقه عشان خد بالك ما فيش استكشاف في الجو والحاجات دي كلها. وكان يقول لك طفي النور انوار، كانت يقللوا الانوار. كل الاعمار عاوزه تروح وتضحي الحمد لله. ولما ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وجاء النصر من عنده ثم بالرئيس الراحل انور السادات والجنود البواسل وجيشنا العظيم بفضل الله تعالى، ما شفتش بقى انت تشوف المظاهرات والافراح في الاقاليم لان الاقاليم صغيره، تلاقي بقى خرجنا واتبسطنا وانطلقنا وحسينا ان كان عندنا حاجه، كان عندنا كبت. خرجنا بفضل الله تعالى النصر على عدو، نصر على غشم، نصر على عدو ظالم، نصر على اعدائنا، اعداء الوطن. فالحمد لله كله بفضل الله سبحانه وتعالى، واكيد الذكريات كثيره جدا. وزي ما قلت كفايه ان احنا خرجنا سعداء بهذا اليوم اللي بنحتفل بيه لحد دلوقتي، ويوم بنتشرف بيه لحد دلوقتي الحمد لله.